وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبدأ بما بدأ به أول متداخل، أن نعم. المسألة محسومة وتجاوزها الزمن. نعم. هي محسومة صحيح، لكن في الاتجاه الصحيح، باعتبار أن مسألة الحجاب هي مسألة علمية شرعية موضوع اختصاص. نعم. معنى ذلك أنها تنطلق من مرجعية الإسلام في هذا. يمكن لأي إنسان أن يتناول موضوع الحجاب من زاوية حضارية، اجتماعية، نفسية، سياقية، تاريخية. نعم. لكن الموضوع بالأساس هو موضوع تخصص دقيق له حيز من العلم والمنهج والموضوعية. نعم. الحجاب فريضة إسلامية، واجب شرعي على كل امرأة مسلمة دخلت في هذا الدين عن طواعية، كمن يدخل في الجنسية فهو ملزم بقانون هذه الجنسية. نعم. هذا الحكم الشرعي الواجب اللازم كالصلاة والصوم والحج. ولست أدري من أين ظهر هذا التفريق بين الواجبات والفرائض في الدين. من جهة ثانية، أن هذه الفريضة الإسلامية عرفها المجتمع الإسلامي في شتى البلدان عبر التاريخ الإسلامي، منها تونس كدولة إسلامية تنطلق من الإسلام باعتباره مصدرا لتشريعها. نعم. وباعتباره ركنا أساسيا في الهوية الإسلامية التونسية. هذا الأمر الشرعي للحجاب دلت عليه نصوص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، ودلت عليه أيضا ما يعرف بالإجماع واتفاق العلماء واتفاق الأمة جميعا. الأمة الإسلامية التي تدين بالإسلام أخذت هذه الفريضة عن طريق التواتر والتلقي والعمل. نعم. ولم يطرح هذا الموضوع في السابق إطلاقا من الناحية الإسلامية الشرعية. ويمكن أن أسوق فقط دليل من القرآن ودليل من السنة على أن هذا الحجاب فرض واجب على كل امرأة مسلمة آمنت بهذا الدين. أول دليل من هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وليضربن بخمورهن، الخمور جمع خمار، والخمار هو الغطاء الذي يوضع فوق الرأس وينزل إلى فتحة الصدر التي سميت بجيوبهن جمع جيب، والجيب هي فتحة القميص أو فتحة الدرع كما يذكر علماء اللغة علماء الدين. أي أن المرأة تضع هذا الخمار فوق رأسها وشعرها وينزل فوق صدرها ويغطي جميع بدنها. ولذلك قال العلماء بناء على هذا النص القرآني والنص النبوي أن المرأة تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. أما الدليل من السنة الشريفة وهو دليل قطعي ينضاف إلى الدليل القرآني، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، أي شفافة وخفيفة، فاعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها الحديث الصحيح: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها سوى هذا وهذا، لم يصلح أن يرى منها سوى هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا دليل من السنة والدليل من الإجماع، اتفقت كلمة العلماء، وهذا أمر مقرر في التاريخ ومعروف في الكتب وفي المصادر. الصحابة جميعا اتفقوا، والتابعون اتفقوا، والعلماء والمذاهب الفقهية الثمانية اتفقوا، والأمة تلقت هذا في الشرق والغرب، العرب والعجم كلهم اتفقوا على أن هذه فريضة إسلامية. ثم المقاصد الشرعية، مقاصد العفة ومقاصد حفظ الأعراض ومقاصد صيانة الأسرة ومقاصد حماية الفضيلة ومقاصد منع الاعتداء والتحرش الجنسي ومقاصد الحرية الشخصية ومقاصد المجتمع ومقاصد دور المرأة، حتى المرأة هذه التي تتحجب هذه دورها في المجتمع مؤكد جدا، وهذا الحجاب يتماشى مع دورها التنموي والإداري. ولذلك السيد اللي قال سفساري، هو السفساري شك من أشكال الحجاب، احنا نسائنا أمهاتنا قبل يلبسوا السفساري، لأن نتحدث على الحجاب كما هو الآن، يعني مش نتحدث على السفساري وغيره مما يتطور يعني. نعم. الحجاب يتطور في الشكل بناء على التطور في الزمن. ايش معنى التطور في الشكل؟ التطور في الزمن يعني قبل كانت المرأة تلبس السفساري ما عندهاش فيدها بورتابل وبي سي ومفاتح كهرباء ومحفظة وكذا، كانت تمشي وتخرج وكذا، تو ولت عندها بي سي وبورتابل يلزمها تعمل حجاب، لازم يديها الزوز يتحركوا واللباس يكون مناسب للي بيشترك في الكار وتركب في المترو. نعم. والى اخره. هذا الشكل مش مشكله يعني. شكرا. قبل ما جبت استاذه زهير يعني واضحه الفكره.